أتحول إلى ضيفنا الدكتور نضال نصار رئيس بلدية الزهراء، ينضم إلينا مباشرة الآن عبر الخط الهاتفي من قطاع غزة. أهلا دكتور نضال، مساء الخير وحياك الله. مساء النور لك ولجميع المشاهدين. أهلا بك دكتور نضال، ونسأل الله السلامة لك ولجميع الأهل والأحبة في قطاع غزة. تتصاعد وتتكثف أيضا الهجمة البربرية الإسرائيلية على مناطق وسط قطاع غزة. منذ 5 أيام تقريبا تمركزت آليات الاحتلال العسكرية في مناطق متعددة بمدينة الزهراء شمال النصيرات، والمنطقة تعيش على وقع مجازر منذ ساعات الليلة الماضية. دكتور نضال، كيف من الممكن وصف يعني مشهد ما يجري؟ نعم، بعد اشتداد وتيرة الأحداث والعملية العسكرية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما بعد تهديده بدخول رفح وبدء الاجتياح لمنطقة رفح التي كانت ملاذا آمنا وكانت مأوى للسكان النازحين من كافة مناطق قطاع غزة والتي قطنها قرابة 1,300,000 نسمة، أصبحت رفح الآن في مصب النيران الإسرائيلية وتحت غضب وقصف مستهدف ومباشر للنازحين الذين كانوا في مأمن الفترة الماضية نوعا ما، طبعا لأنه لا يؤمن مكر وخداع هذا الجانب الإسرائيلي. وبدأ السكان بالبحث عن أماكن أخرى، باحثين عن فرصة للاحتماء والهروب من وقع هذه القذائف التي تسقط على رؤوسهم والتي تجتاح مناطق مدينة رفح. من مجمل هؤلاء السكان يقع سكان مدينة الزهراء، هذه المدينة الآمنة التي كانت تطل على شاطئ بحر غزة في وسط قطاع غزة والتي يقطنها قرابة 1,500 أسرة، هم الآخرين اضطروا إلى النزوح بعد تدمير مدينتهم وأصبحوا مشتتين ما بين وسط قطاع غزة وما بين مدينة رفح. وازدادت الأزمة السكانية وأثار هذا النزوح مأساوية وأثار كارثية على السكان بعد اضطرارهم مرة تلو المرة للبحث عن مأوى بعدما يتم استهداف المنطقة التي يأووا إليها. فحاليا نتحدث عن 1,000 أسرة فلسطينية من سكان مدينة الزهراء أصبحوا مضطرين لإخلاء مدينة رفح والبحث عن مناطق في منطقة المواصي أو العودة إلى مدينة دير البلح. وطبعا هذه المناطق التي أو إليها حديثا هي غير مؤهلة وغير قادرة على تقديم خدمات. إذا كنا نتحدث عن المواصي فنتحدث عن مدينة خان يونس التي دمرها الاحتلال وقضى على كل مناحي الحياة فيها، قضى على مصادر المياه والطاقة والشوارع والبنى التحتية والمباني وأصبحت رماد. وإذا كنا نتحدث عن دير البلح فهي مدينة مكتظة أصلا بما فيها من سكان وما فيها من نازحين وهي بالكاد قادرة على تقديم خدمات للنازحين الأوائل، فما بالكم بعد نزوح عائلات جديدة تقدر بعشرات الآلاف أوت إلى هذه المدينة. وفي ظل هذه الظروف الحالية نتحدث عن أزمات كارثية تتعرض لها بلديات القطاع نتيجة شح الموارد، نتيجة نقص السولار المادة الأساسية لتشغيل الآبار وإمداد المياه وتشغيل محطات الصرف الصحي. وأمام هذا وذاك نتحدث عن كارثة تتعرض لتعطيش السكان وتجويعهم نتيجة كثرة طبعا الضغط البشري وإغلاق المعابر وعدم إدخال السلع والمساعدات يؤدي إلى تهديد بتجويع السكان. إن سياسة التجويع والتعطيش والقتل وتشريد الناس هي انتهاكات صارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني وهي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. نعم، وجرائم إبادة جماعية. طب دكتور نضال، البلديات في المحافظة الوسطى اليوم عقدت يعني مؤتمرا صحفيا مقتضبا حول الآثار الكارثية للعدوان الإسرائيلي على العمل البلدي، وكان واضحا تماما من خلال المؤتمر عدم قدرة البلديات على تقديم خدمات وعلى يعني أداء مهمات العمل البلدي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي البربري على كل شيء في قطاع غزة. في ظل هذه الحالة كيف من الممكن دكتور نضال المساهمة، وكيف من الممكن تقديم ما يمكن تقديمه لعموم العائلات التي تواجه كارثة النزوح مرة تلو الأخرى؟ يعني لا شك أن هذه الجرائم كلها تنتهك على مشهد ومرأة ومسمع من العالم بأكمله. وهنا نتحدث عن أكثر من 200 عام
من الحصار ومن التجويع ومن التدمير ومن القصف ومن كافة أشكال العنف التي تنتهج ضد المواطنين وضد المرافق الحيوية وضد البلديات وضد كل ما يقدم خدمة لقطاع غزة من مرافق صحية، وكافة المرافق أصبحت مهددة. وهنا يعني هذه تفوق قدرة أي نظام صحي أو أي نظام بلدي أو أي نظام قائم على أن يستطيع أن يقدم خدماته في ظل هذه الظروف. ونحن بعد احتلال معبر رفح وسيطرة الجانب الإسرائيلي على المعبر وعدم إدخال السولار، أصبحت الأزمة تتفاقم وأصبحت تطفو على السطح، ومع اشتداد الاحتياج حاجة الناس فصل الصيف للمياه ومياه الشرب ومياه الأخرى الاستخدامات الأخرى، أصبح أكيد حتكون هناك مهالك صحية كثيرة. هنا طبعا يأتي دور المجتمع الدولي والمجتمع الإنساني، نخاطب المجتمع بكافة أطيافه وبكافة مكوناته، نخاطب العالم بأكمله أن يقف أمام هذه الأزمة وأن يساعد في حلها وتفكيكها. نخاطب البشرية جمعاء، الموجودون في قطاع غزة هم بشر، إذا كان لديهم من البشرية فإن الموجودين هم بشر، وإذا كان لديهم من الإنسانية فإن الموجودون في قطاع غزة هم أناس إنسان. إذا كانت تربطنا روابط إنسانية فإحنا نتحدث عن حاجة الناس والإنسان، وإذا كنا نتحدث عن روابط قومية وعربية فهم فلسطينيين عرب موجودين في هذه البقعة من الوطن العربي، وإذا تحدثنا عن روابط دينية يجمعنا دين واحد فهم أيضا من المجتمع الدولي والإسلامي. فهنا الجميع مطالب أن يقف أمام مسؤولياته وأن يساعد في تفكيك هذه الأزمة وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر، إدخال السولار، تقديم الخدمات الأساسية اللازمة لعمل البلديات، قطع الغيار، الكبشات، الأدوات التي أصبحت يفتقر إليها قطاع غزة. هذه مسؤولية جماعية تطلب وقوف كافة المؤسسات والدول أمام مسؤولياتها وأمام التزاماتها وتعهداتها. نعم، لا أريد أن أطيل عليك أكثر من ذلك. دكتور نضال نصار، رئيس بلدية الزهراء، شكرا جزيلا لك على هذه الإفادة وعلى التوضيحات. أشكرك وحماكم الخالق المولى، حياكم الله. تحياتنا لك دكتور نضال.